هيدا اول ريفيو بعمله انا على السيجار. كنت بفضل طبعا يكون اول ريفيو على سيجار كوبي، بس للاسف مش عم نقدر نستحصل بسهوله على السيجار الكوبي مثل ما الكل بيعرف. هيدا سيجار اشتريته اونلاين الصراحه. السيجار اللي معنا اليوم أليك برادلي بوست امبراغو هندوراس. هلا في شيء بيميزه هيدا السيجار كمان بنبقى بنحكي عنه خلال الريفيو. يلا بنجهز بنولع بنحكي. حب اول شيء يعني خلي الورقه تحمى على رواق بالسوفت فليم، ما دغري بالبلو فليم. اتركه شوي شفة كوفي. طيب فيرست درو، ما اخذنا كولد درو، التهينا بالرابر مطرح ما كان مكسور. ليكو ما عجبو شي سكرناها. اوكي فيرست درو، بنحكي شو حيعطينا نكهات. اول تيست استطعمت فيه هو طعمة المانجو المجفف، سويتنس يعني ما بعرف هيك حسيت سويت، في حلاوة، في حلاوة جدا. ريترو هيلينج كتير سلس، بس حبيت فرجيكم هون شوي الاحتراق، شوي ويفي رايح ويفي. هذا ما بيأثر على الطعمة طبعا يعني، بس انه مزعج انه تشوف القش رايح بطريقة ويفي. anyway هلا لنشوف يمكن بعد شوي يقدر يجلس لحاله. هيدا السيجار بوست امبارجو سايز تورو رينج 54، الطول 160 مليمتر، الرابر هندوراس، والفيلر الطعمات نيكاراغوا وهندوراس. اما اللي بيميزه هيدا السيجار انه بيجي دبل بايندر كمان اذا بيرجع بيختلف من نيكاراغوا وهندوراس. الاحتراق ممتاز، القش شكله مش حيضاين كتير، بس باقي ما تبقى بيرفكت. هلا بين هيك شوية طعمات اختلفت عن اول ما ولعناه الصراحة. هلا عم يعطي طعمة شوي ايرثي اكتر، نوتس، بندق محمص، سيجار بعده محافظ على كاركتيره سويتنس والشوكلت. بلشنا بالثلث الثاني النكهات بلشت تتغير نوعا ما، سويتنس بعدها خفت شوي بس بعدها، بس الناتس والارثي صاروا اقوى بكتير من قبل. سلاسة بعدها هي هي، درو تبعه بيرفكت، كونستراكشن ممتازة، القش كتير جميل. منكفي بالثلث الاخير. وصلنا على اخر السيجار. انا الصراحة عجبني السيجار، حبيته. وبنصحكم تجربوه.